شباب الأنبار وبالتحديد شباب مدينة الرمادي عبروا عن تضامنهم مع المتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب، وأعربوا عن استيائهم من القيود الأمنية المفروضة في المدينة ضد التظاهر لمساندة الشباب العراق. نساند هذه المظاهرات والاحتجاجات ونشد على أيادي الشباب ونقف معاهم، لكن للأسف لا نستطيع الخروج بسبب الوضع الأمني الحرج في محافظتنا وبسبب القيود الموجودة واللي حدثت بسبب المظاهرات الأخيرة قبل فترة واللي صارت بسببها أحداث أو حروب دامية داخل محافظاتنا. لذلك احنا خوفا على وضعنا الأمني ما قدرنا نطلع مظاهرات تساندهم، لكن قلوبنا معاهم. شباب مدينة الرمادي وكل محافظة الأنبار نساند المظاهرات السلمية اللي تدعو لضمان حقوق شبابنا في محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية، وأكيد ندين ونستنكر هاي الأعمال الإجرامية اللي ارتكبوها بعض يعني خلينا نقول البعض من القوات الأمنية على يعني مظاهر عنف ومظاهر انتقامية، مظاهر قمع للمظاهرات السلمية اللي صارت.